السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محاضرة جديدة من مادة الاحتمالية للمرحلة الثانية قسم هندسة إلكترونيات الطيران في كلية التقنية الهندسية نجف. أخذنا في المحاضرة السابقة Discrete Fourier Transform، كذلك أخذنا Inverse Discrete Fourier Transform، وأيضا أخذنا Fast Fourier Transform. اليوم هناخد تحويل جديد اللي هو اللابلاس ترانسفورم. اللابلاس ترانسفورم هو يستخدم الاس دومين بدل من الفريكوانسي دومين. احنا كنا بالفوريير ترانسفورم كنا نستخدم الفريكوانسي دومين، لكن اللابلاس ترانسفورم يستخدم الاس دومين بدلا من الفريكوانسي دومين. الصيغة العامة لللابلاس ترانسفورم هو F capital of S، يساوي لنا ممكن انه انا امثله ب L للF of T بمعنى انه لابلاس، ويساوي تكامل اللابلاس هو محدود من الصفر الى الانفينيتي F of T exponential minus ST dT. هذا هو الصيغة العامة لللابلاس ترانسفورم. كذلك الانفيرس لابلاس ترانسفورم يعني تحويل الدالة من صيغة لابلاس من الاس دومين الى التايم دومين. فالاف اوف تي يساوي لنا ال انفيرس اف كابيتال اوف اس، ويساوي 1 على 2 باي جي تكامل من رو ماينس جي انفينيتي الى رو زائد جي انفينيتي اف اوف اس اكسبوننشال اس تي دي اس. اذا تلاحظون انه الانفيرس لابلاس ترانسفورم يتطلب لي انه كومبلكس اناليسيز حتى اقدر انه احله، لذلك من اجي احل بالاس دومين فيكون كومبلكس، بينما في التي يكون ريل. التحويل هو من اف اوف تي الى اف كابيتال اوف اس، معناها انه التي هو الانتجريتد والاس هي تكون الفاريبل. كذلك بالعكس انه عندما التحويل من F of capital of S الى F small of T راح يكون هو ال T هو يكون ال variable وال S هي يكون ال integrated. ال applications اللي تستخدم لابلاس ترانسفورم، او لماذا احنا قبل لا نبدي بالابليكيشن عندنا ليش احنا نستخدم او اللابلاس ترانسفورم، يكون اللابلاس ترانسفورم يكون اسهل من انه نحلها باللابلاس ترانسفورم، اسهل مما نحلها بالديفرنشال ايكويشنز، حيث انه يمكنني من انه اعرف السلوك للنظام. كذلك احنا نفترض انه السيستم او النظام اللي عندنا هو linear time invariant، وكذلك اللابلاس ترانسفورم هو يستخدم الاس دومين بدلا من الفريكوانسي دومين مثل ما قلنا سابقا. الابليكيشنز لللابلاس ترانسفورم، يستخدم اللابلاس ترانسفورم بصورة واسعة في السيركت اناليسز بتحليل الدوائر، لانه مثل ما قلنا انه هو اسهل بالحل من الديفرنشال ايكويشنز، يجهزني بحلول عامة لأي موجة. كذلك يستخدم باللابلاس ترانسفورم بالسيجنال بروسيسنج وبالكوميونيكيشنز. المثال الأول هو let f of t يساوي 1 find ال f of c. هنا ال f of t هي ال unit step function اللي هي u of t.
نطبقها بالقانون تكامل من صفر إلى infinity f of t اللي هي واحد في exponential minus st dt. هنا ايش راح يكون؟ راح يكون انه التكامل الاكسبونينشال هو ماينس واحد على اس اكسبونينشال ماينس اس تي. التي الحدود التكامل، يعني هنا اكو خطوة قبل هذا اللي هي التكامل. تكامل الاكسبونينشال ماينس اس تي هو واحد على اس في اكسبونينشال ماينس ST، حدود التكامل من صفر إلى إنفينيتي. بعدها نجي نعوض بحدود التكامل، يصير ماينس واحد على S إكسبونينشال الإنفينيتي هي صفر ناقص إكسبونينشال الصفر هو واحد، فبالتالي راح يكون هنا سالب وهنا سالب، راح يكون موجب واحد على S. إذن لابلاس ترانسفورم للواحد هو واحد على S. مثال آخر، منطيني الـ f of t هي exponential minus at. نجي نطبقها بالقانون. هنا عندي إذا تجمع الأسس إذا تساوت الأساسات، فراح أجمعها وأستخرج الماينس عامل مشترك، وراح يكون S زائد at dt. وهنا بعد ما اكمل هاي المفروض تكون عندي واحد او ماينس واحد على s زائد a في exponential minus s زائد a، حدود التكامل اللي هي من صفر الى انفينيتي، وبالتالي راح تكون هي صفر واحد، العفو ماينس واحد على اس زائدا اي اكسبونينشال انفينيتي صفر ناقص اكسبونينشال الصفر هو واحد، وبالتالي راح يكون واحد على اس زائد اي. مثال اخر، منطيني ال f of t يساوي sin t، فأجي أعوضها في القانون. هنا إذا تلاحظون هنا عندي exponential وعندي sin، فهنا راح أسوي integration by parts. راح اجي افرض انه احنا نعرف الانتجريشن باي بارتس من مراحل السابقة بالدراسة، انه هي للتذكير انه التكامل يو دي في ايش يساوي؟ يساوي تكامل يو في في ناقصا تكامل في دي دي يو. فهنا راح نفرض، راح نفرض يو هو exponential minus st، و دي يو هي السالب، يعني مشتقة اليو هنا راح تكون سالب s exponential minus st dt، والدي في راح هي sin t dt. وبالتالي من أكاملها راح تعطيني v ويساوي تكامل الساين ماينس كوساين t. هنا راح أجي أعوضها، هنا أدي راح شو تكون؟ تكون u في v، u في v يعني exponential minus st في v اللي هي ماينس كوساين t اللي هي هذه، ناقص s نطلعها خارج التكامل، integration v اللي هي كوساين st
في الديو اللي هي exponential minus st dt. بعدها راح اجي اعوض هنا، راح تكون minus exponential كوساين الصفر هو واحد minus s t في هذه الكمية. هنا ايضا نفس الحالة، راح عندي تكامل جزئين، فايضا افرضهم، افرض u هو exponential minus s t، ومش اذا اشتقه راح يعطيني هذا القيمة، والدي في هي كوساين تي دي تي، اكاملها راح تعطيني الساين تي. بعدها اجي اطبقها هنا ايضا راح تعطيني، فهذه الكمية هي تكون قيمتها صفر لان مضروبة في صفر. فالنتيجة هذه راح اجي اعوضها في هذه الكمية هنا، عندنا هنا exponential الصفر هي واحد، فراح تكون النتيجة هي minus واحد ناقص s square، يعني عندي هنا s وعندي هنا s، ف s سكوير تكامل من صفر إلى infinity exponential minus s t sin t dt. وبالتالي أقدر أكتبها بإنه ألغي السالب، فراح تكون هي واحد زائد ساين تربيع تكامل من صفر إلى إنفينيتي هذه الكمية. إذن التكامل هاي الكمية شي يساوي؟ يساوي لي واحد على هذه الكمية صير واحد على واحد زائدا اس تربيع. لابلاس ترانسفورم لها بعض البروبرتيز، بعض الخصائص اللي هي الاديشن والسكالنز او اللينياريتي، السكيلينج ان تايم، شيفت تايم، الاس بلين فريكوانسي شيفت، المالتيبليكيشن باي تي ان، الديفرنشيشن، الانتجريشن، الكونفوليوشن. دول كلهم هي خصائص لللابلاس ترانسفورم، كل خاصية هي ماذا تساوي. عندنا هنا بعض اللابلاس ترانسفورم الجدول، انه نحفظ الامبلس، دالة الامبلس لابلاس ترانسفورم الها هو واحد، اليونيتي ستيب لابلاس ترانسفورم الها واحد على اس، الرامب هي تي لابلاس ترانسفورم الها واحد على اس سكوير، الإكسبونينشال راح يكون لابلاس ترانسفورم إلى واحد على S minus A، الساين لابلاس ترانسفورم إلها إلى واحد على أوميجا تربيع، طبعا هاي لأن ساين أوميجا تي، فإنها يصير أوميجا تربيع زائد S تربيع. عندنا اللي هي الخاصية إنه أنا أضرب multiplication بT للأس ان في اليو اوف تي، فاللابلاس ترانسفورم راح يكون هو مضروب الان على اس للأس ان زائد واحد.
مثلا اذا كان ال n هو صفر فال t للاس n t للاس صفر هو واحد وراح تكون هي لابلاس لليو اوف t ولابلاس لليونت ستيب قلنا هي واحد على s واذا نجي نطبقها بالقانون هذا راح يكون مضروب الصفر هو صفر مضروب الصفر واحد على s للأس n زائد واحد صفر زائد واحد واحد وبالتالي راح يكون مضروب الصفر هو واحد على s نجي إذا كان n واحد فراح يكون t في u of t وبالتالي عندي هنا كأنما دالة رامب مضروبة في دالة اليونيت ستيب فراح يكون اللابلاس ترانسفورم اللي يكون واحد في على s سكوير إذا كان n يساوي خمسة فراح يكون مضروب الخمسة على s ستة ويكون 120 على ستة وهكذا عندنا دالة الإمبلس هي اللابلاس ترانسفورم لها هي قيمته واحد هنا عندنا مثال جد لابلاس ترانسفورم لهذه الدالة هي نصف exponential t ناقص نصف exponential minus t والحل انه راح ناخذ لابلاس ترانسفورم لنوزع اللابلاس هذه الدالة وهذه الدالة وبالتالي راح يكون نصف لابلاس للإكسبونينشال قلنا هي واحد على اس ناقص واحد ناقص إكسبونينشال عندنا هنا ماينس فراح يكون باللابلاس زائد فيكون واحد على اس زائد واحد وبالتالي نوحد المقامات وتكون النتيجة هي هذه الكمية في هذا المثال مطلوب انه ايجاد مشتقة الكوساين تي اذا نلاحظ احنا هاي عندنا خاصية الديفرنشيشن اذا نرجع للخاصية اللي عندنا الديفرنشيشن هي راح تكون s في f of s للدالة اللي هي f of t ناقصاً f ل f عندما t صفر واضح فراح نجي نطبقها فعندنا اللابلاس ترانسفورم للكوساين t هو s على s سكوير زائد واحد مضروبة في s فراح تكون s سكوير ناقص كوساين الصفر هو واحد أوحد المقامات وبالتالي راح تكون النتيجة هي ماينس واحد على s سكوير زائد واحد وهي نفسها لابلاس للماينس ساين تي إذن مشتقة الكوساين هو ماينس ساين تي عندنا المصطلح اللي ترانسفير فاكشن اللي ترانسفير فاكشن هو اكسبريشن علاقة توضح لي الاوتبوت على الانبوت بالاس دومين احنا نجي اذا كانت عندي الادخال تايم دومين والاخراج بالتايم دومين فاني راح استخدم differential equation لكن اذا كان الادخال بالاس دومين فراح يكون الاوتبوت بالاس دومين وبالتالي هنا راح تكون عندي الترانسفير فاكشن فالترانسفير فاكشن هي العلاقة الاخراج على الانبوت الاوتبوت على الانبوت وبالتالي اذا كان عندي هنا ال h of s اللي هي قلنا عليها الترانسفير فاكشن فهي ال h of x راح تكون هي الاوتبوت اخراج على الادخال الانبوت اللي هو x of s
هنا الترانسفر فانكشن توضح لي اللينير سيستم ريسبونس بالنسبة للإمبالس. هذا المثال مطلوب عندنا إيجاد ترانسفير فانكشن لهذه الدائرة. عندنا مثل ما نلاحظ أنه هذه الدائرة هي دائرة كهربائية، وفي كل دائرة كهربائية أكو تيار يسري بيها اللي هو الـ I of T. حتى أستخرج الـ V of T اللي هي الـ Input، إحنا قلنا الـ Transfer Function حتى نحطها في بالنا إنه الـ Transfer Function هنا هي قلنا الـ Output على الـ Input. إحنا بما إنه الـ Input هو شنو، هو الـ V of T والـ Output هو الـ I of T، فراح يكون هو المفروض إذا أريد نكتبها بالـ Transfer Function هي لازم بالـ S Domain، فالـ I of S على الـ V of S، هذا هو المطلوب إيجاده، هذا هو المطلوب إيجاده. فأول شيء لازم نشوف الـ V of T. الـ V of T هي شو تساوي؟ تساوي لنا إنه التيار في المقاومة، وعندنا اللي هو الـ R في I T، زائد عندنا الرادة السعوية، الرادة السعوية اللي هي واحد على C تكامل I of T dt، زائدا الرادة الحثية اللي هي L di t على dt. فإذا أريد أحولها للS domain يعني أخذ لها اللابلاس ترانسفورم، بالتالي راح تكون هي الR في الـ IS زائدا واحد على C في S IS زائدا S في L IS. ممكن انه ابسطها اكثر، انه اني اجي استخرج الـ I of S عامل مشترك. اذا ضربت هذه المعادلة في C S، راح شو تكون النتيجة عندي؟ انه الـ V of S راح شو تساوينا؟ تساوينا هذه الكمية مضروبة في C of S على C of S اللي انضربت بها ال V S في ال I S، وبالتالي transfer function اللي هي I S على V S راح تساوي لي هذه الكمية اللي هي هذه هي ال transfer function للدائرة اللي كانت عندنا. عندنا مثال آخر، نعتبر إنه الدائرة اللي هي R L circuit منطيني المقاومة إلها أربعة والمحاثة إلها هي نص. جد التيار هنا مطلوب من عندي التيار إذا كانت الفولتية هي 12 U of T. هنا راح أجي أستخرج ال V of T اللي هي ال input. V of T هي شو تساوي؟ تساوي لنا L في DIT على DT زائدا R I T. نعوض بمكان ال L وال R، هنا عندي نص وهنا عندي أربعة. حتى أحولها للS domain أستخدم اللابلاس ترانسفورم، فراح تكون هي نصف S زائدا أربعة I S. هنا استخرجنا الـ I S عامل مشترك، يعني هي بالبداية راح تكون هي نص S I S زائد أربعة I S. استخرجوا الـ IS عامل مشترك في الـ V، يساوي لنا الـ VS. إذا عندنا الـ Transfer Function اللي هي H of S، شو تساوي لنا؟ تساوي لنا الـ Output على الـ Input اللي هي I of S على الـ VS، وش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا هو واحد على هذه الـ القيمة. عندنا ال V of T، هاي طل استخرجنا هنا هسا ال transfer function اللي هي ال H of S. عندنا التيار، احنا المطلوب من عندنا هو التيار، فإذا ال I of S هو شو يساوي لنا؟ يساوي لنا ال H of S
في ال VS. ال V T هي 12 U T، فال VS هي شو يساوي لنا 12 على S، هاي ال VS. فإذا التيار هو بما أنه هو HS في VS، راح أجي هذا هذولي أضربهم، فراح يكون 12 على S تنضرب في 1 على نص S، زائد 4 فراح تكون ممكن انه اجي اضرب في 2، يعني هنا أنا عندي هذا النص ممكن انه انا كتبه هو 1 على 2، وبالتالي من اجي اقسم على نص او العفو اضرب في 2، من اجي اضرب في 2 في 2 في 12 راح تكون هي 24 على هنا راح تكون S في S زائد 2 في 4 8، وبالتالي هاي هي هذه النتيجة. هذه ما أقدر أستخرج لها، يعني ما أقدر أني أخمن اللابلاس إنفيرس إلها إلا إذا أني استخدمت البارشيال فراكشن اللي هي استخدمناها في الإنفيرس ذات ترانسفورم، إنه أنا أجي أمثل الكي 1 على الجزء الأول اللي هو S زائدا الكي 2 على الجزء الثاني اللي هو S زائد 8، وبالتالي كي 1 شو راح يساوي؟ راح يساوي لنا S ماينس البول الأول. عندنا هنا S 1 هي معناها إنه البول الأول هو 0 مضروب في الـ IS، وبالتالي إذا أجي أعوض هذا البول الصفر في هذه النتيجة ما عدا هذه القيمة، راح يكون 24 على 8، لأن الصفر 24 على 8 راح تكون هي 3. وأجي هنا عندي الكي 2، الكي 2 هو S ناقص البول الثاني، عندي البول الثاني هنا عندي هنا زائد 8، معناها أني البول الثاني عندي هو ناقص 8، لأن عندي هنا ناقص وناقص راح يكون زائد، فالبول الثاني هو ناقص 8، أجي أعوضه في هذه الكمية اللي هي 24 على S، خلنا نغير اللون، راح أجي أعوضه في 24 على S هذا بالأحمر، هاي الكمية، فراح تكون 24 على ناقص 8، وبالتالي راح تكون هي سالب 3، أجي دولي أعوضهم هنا في هنا في هذه الكمية، راح تكون الـ IS يساوينا 3 على S زائد ناقص 3 على S زائد 8، وبالتالي الـ IT راح يكون هو 3 U of T ناقص 3 exponential minus 8 T.